قررت الحكومة اليوم الثلاثاء برفع حظر التنقل الليلي في مجموع المدن المغربية ابتداء من يوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، لكن جواز التلقيح أو شهادة الإعفاء ما زال العمل بهما مستمرا والإدلاء بهما إلزامي في ولوج المرافق العمومية كالفضاءات المغلقة ومقرات العمل والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات وغيرها من المرافق العمومية. ويضيف البلاغ الصادر من الحكومة السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح مع احترام التدابير الاحترازية المعمول بها. أما الفضاءات الكبرى التي يتوافد عليها عدد كبير من المواطنين فستظل مغلقة، ويأتي هذا التخفيف تبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية التي أكدت على تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب، ودعت الحكومة الجميع بمواصلة التقيد بالتدابير الاحترازية والصحية، ودعت المواطنين إلى تلقي اللقاح.